استاذ محمد كتبي يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي. جهد كبير وتركيز عالي جدا بالنقل الرياضي، مزبوط هذا الحكي ولا اشاعات؟ لا لا مزبوط، عشان ما تروح عليك فريم واحد غلط على تصير كارثه. طيب بما يخص الرياضات البحريه، في لها تميز شيء عن غير الرياضات بالنقل؟ كل نقل يختلف من الثاني، يعني البحر له متطلبات ثانيه، القدم متطلبات ثانيه، مش كله نفس الشيء، يعني لازم يكون فريق واحد عشان التغطيه هاي تختلف، عشان هاي بتكون فيها زوارق مش كاميرات ثابته بس تكون على الميكروويف، فلازم كل واحد يركز عشان صوته صوره. اي فريم غلط عندك ما مشكله، البحر طلع لك البحر ولا الجو انت مخرج. اسمح لي يعني الصوره النمطيه الماخوذه على المخرج انه بيعصب كتير وبيعيط وبيعلي صوته، شو مزبوطه؟ لا فيه، بس من انا مش تبع المدرسه، انا المدرسه الهاديه. واضح جدا. استاذ محمد كتبي، اي جمله بتحب تقولها لمستمعي ومتابعي راديو سيزون على السوشيال ميديا؟ بنكون سعيدين، نحن راديو سيزون اول اذاعه بالعالم مختصه بشؤون البحر. حبيبي تشرفنا، هاي وقت تكونوا موجودين ونحن فريق واحد ونكمل بعض صوت وصوره، والله ان شاء الله مستقبلا نكون اكثر تعاون ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا حبيبي، الله يسلمك. شكرا. راديو سيزون.